الآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم محمد وإيمان، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ 7 محاصيل، منها 3 محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، حيث لفت إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذي عقد مؤخرا برئاسة رئيس السيسي، والتي تضمنت أيضا إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات والتي من بينها القطاع الزراعي، بحيث يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة. شهدت العاصمة الهندية نيودلهي ختام أعمال واجتماعات وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له من المطورين الصناعيين قبل التوجه للمحطة الثانية مدينة مومباي لاستكمال الجولة الترويجية وطرق أبواب الاستثمارات الهندية. عقد وفد اقتصادية قناة السويس لقاءات مكثفة مع شركات هندية متنوعة تعمل في مجالات تتنوع ما بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية والمرافق والإنشاءات العامة والصناعات النسيجية والدهانات ومحطات تحلية المياه وغيرها، حيث أبدوا اهتماما بإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية. شهد وزير البترول طارق الملا التوقيع بين هيئة البترول وأباتشي الأمريكية على لائحة تنظيمية لإدارة عمل شركة خالدة للبترول المشتركة بين الجانبين، وذلك بعد عملية الدمج التي تمت بين شركتي خالدة وقارون للبترول ككيان جديد تحت مظلة خالدة، والتي جاءت انطلاقا من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء أعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز. وأكد الوزير خلال حضوره التوقيع أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع تمثل بداية مرحلة جديدة للعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال الكيان المندمج وتنمية حجم الأعمال، بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة وأكثر كفاءة على أرض الواقع. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط وسط مخاوف المتعاملين من تغلب تأثير رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة أكبر من المتوقع على بيانات مخزونات النفط الأمريكية، والتي من المحتمل أن تكون مرتفعة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% إلى $74.90 للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 3% إلى $70.34. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.1% لتصل إلى $2.41 للتر، كما ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 23% لتسجل $2.6 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا. ويهدف هذا المشروع إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
ويعزز المشروع أيضا الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة والتقليص من انبعاثات الكربون، إضافة إلى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات. في بورصة وول ستريت بالولايات المتحدة تراجعت المؤشرات الرئيسية الأمريكية غدا تمسك رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بموقفه المتشدد تجاه مسار أسعار الفائدة وقبيل شهادته لليوم الثاني أمام لجنة بمجلس الشيوخ. وهبط المؤشر داو جونز الصناعية بنسبة 0.15%، كما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة تقدر ب 0.24%، في حين انخفض مؤشر ناستاك المجمع بنسبة تقدر ب 0.44%. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وإيمان. شكرا لك ميرنا.